السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الخوت على قناتكم MTBM. اليوم عندي لكم واحد الموضوع مهم كيخص الرواية تيوبليس، ولكن كنتكلموا اليوم على الطريقة ديال الإصلاح ديالهم. فكيف ما كتعرفوا العجلات ديال التيوبليس كيكون فيهم واحد السائل، كيف ما شرحت لكم في الفيديو اللي نحت هذه واحد شهر تقريبا. فإن فوا كيدار واحد الثقب صغير في العجلة، هذاك السائل كيحاول يخرج من ذاك الثقب مع الهواء وكيبوشي ذاك الثقب حيت فيه واحد المواد صغيرة. كتلقى السائل فاش كتجي تشري كيقول لك مثلا اب تو 3 مليمتر، يعني ثقب صغير فيه مثلا 3 مليمتر، وكاين شي سوائل غاليين اللي كيقول لك اب تو 6 مليمتر، يعني كيقدر يسد الثقب تيوصل حتى 6 مليمتر في العرض. هذا بالنسبه للثقوب الصغيره. دابا غنتكلموا اليوم على الثقوب المتوسطه، يعني كيكون ثقب كبر من هذا العبر اللي قلت لكم. والسائل واخا كندوروا حيت الرويضه خاصها تدور، حيت كيف ما كتعرفوا السائل غالبا كيبقى ديما لتحت، ولا دار شي ثقب الفوق كيخصنا ندورو الرويضه باش السائل يحاول يهبط يحاول يخرج من داك الثقب. المهم الا الثقب بقى ما بغاش يتسد، يعني بقى كيبان لينا السائل ديال التيوبليس كيخرج شي حركه كيخرج ما بغاش يوقف النزيف، ففي هذه الحاله هذه كنحتاجو بعض الادوات الخاصه باش نسدو الثقب ديال التيوبليس. كيف ما كتعرفوا راه ما كاينش شومبري، دونك ما غاديش نقدو نديرو الشومبري، فغادي نقومو باصلاحها بالطريقه ديال اصلاح السيارات. كيف ما كتعرفوا في السياره حتى هي تيوبليس، الفرق انها بدون سائل. فاش كيكون فيها شي ثقب كنمشيو عند مول البنوات، اون فوا كيعرف مثلا ان الثقب هنا كيقوم بادخال واحد قطعه حديديه بحال مبرد باش كتنقي الثقب من الداخل، وبعدها كيدخل واحد الميشه. انا غنوريهم نوريكم ديال البيكالار كتكون صغر منا، خليكم معايا نوريكم كي داير. اذا الاخوان الاداه اللي خديت انا هي هذه، باقي نحافظ على العلبه ديالها ما غاديش تحتاجها حتى للدارو اللوحه، ولكن غنوريكم شنو كيجي فيها. ديجا هما كاتبين لكم بان فيهم الميشات ها هما، وفيهم الاداه ديال تنقيه الثقب، والاداه ديال ادخال هاد اللي كنسميوها حنا الميشه، ولا كل واحد شنو كيسميها. هنا هو مسمينها الريبير بلاك، يعني هذاك اللي كندخلو. راه معاه الكتيب ديالو كيوريكم طريقه الاستعمال، ولكن ما عندنا ما نديرو به، انا غنشرح لكم بيدي. الاداه كتجي على هذا الشكل الاخوان، سمحوا لي نحيد القفازات واخا غير وحده. كاينه الاخوان اشكال مختلفه، كاينه اللي على شكل تي باش كتجيك ساهله تشدها وتدخل الثقب، ولكن انا عندي على هذا الشكل. هذا الخلف ديالها فيها واحد الحجره كنفتحها. كيف ما كتشوفوا كاين ثلاثه الادوات بحال اللي قالوا، هذا كيدخل الميشه، هذا كينقي الثقب ندير بحال المبرد، وهذا كيحيد الفالف. هذا الفالف كور روموفر ما غنتكلموش عليه حيت ما غنحتاجوش اليوم، ماشي ضروري بزاف. بالنسبه للميشات انا غنخرجهم لكم، ها هما الاخوان كيف مشتوهم بحال ديال السياره، هما ديال السياره كيكونوا اكبر. مثلا هذا فاش كومونديتو جاوني معاه خمسة، كيكفي انني نحل هكا ناخذ وحده راه فيها واحد الماده بحال المطاط كتلصق باش كتسد الثقب. المهم انا غنشرح لكم طريقه الاستعمال ديالو. دابا بالنسبه لهذه الاداه هذه راه كندخل فيها اي حاجه وكنزيرها، صافي راه كتلصق فيها، كتولي بحال هكا. فمثلا انا الاخوان عندي ثقب هنا، فغادي خصني ندخل هذه في مكان الثقب ونقوم بهذه العمليه هذه مرات عديده باش هذا المكان هذا اللي خشن او حرش غادي ينقي الثقب من الداخل. اون فوا غنقوم بهذه العمليه هذه غادي نحل هذا باش نحيد هذه، وغادي ندخل القطعه الثانيه اللي عطاوني معها. القطعه الثانيه الاخوان هي هذه، كيف ما كتشوفوا فيها من هنا فتح ومن هنا ما فيهاش الفتح، فغندخلوه هنا ونزيروه بالطريقه هذه. وغادي خصني ناخذ واحد من هاد الميشات هادو، ما غنحيدوش دابا، ونحطو في هذا المكان. هذا انا نشرح لكم طريقه العمل ديالو. نتخيلوا مثلا ان هذه هي ديك الميشه اللي غادي ندخلوها حنا في البيكار، يعني غادي ندخل الميشه هنا بهذه الطريقه هذه. فانا مني غادي نجي، انا مني غادي نجي للثقب اللي عندي في العجله وغندخل، غادي تدخل معايا بهذه الطريقه هذه، غتولي وسط العجله. ولكن مني غادي نجر
حيت هذا مفتوح فيه فتح هنا غادي يخرج وغادي تبقى عندي الميشه سد الثقب. هذه هي طريقه الاستعمال ديالو. غنخليكم مع هذه اللقطه غادي تشوفوا طريقه الاصلاح ديال ديال البنو تيبلس. غادي ناخذ لكم من هذا الفيديو هذا شوفوه. اذا كيف ما شفتوا فنفس الطريقه اللي شرحت لكم دابا واحد شويه، يعني نفس الطريقه ديال اصلاح الدراجه ديال اصلاح السياره تيبلس حتى هي نفس العمليه. المهم بالنسبه لهاد الاداه هذه راه الرابط ديالها منين خديتها انا غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. ودابا غنتكلموا على الثقوب الكبيره جدا، فاش كيكون ثقب كبير يعني حتى هاد الاداه غير صالحه، حتى هاد الاداه هذه غادي تفشل في الاصلاح ديالو. يعني مثلا ثقب كبير مثلا جرحه اكبر من سنتيمتر او شيء من هاد القبيل، فهاد الحاله هذه الاخوان ضروري غادي خصنا نحلوا البنو نحيدوه وغادي نلصقوا بياسه. غنقدو نخدمو بنفس البياسه ديال الشومبرير، هي نورمالمون كيكون عنده بياسات سبيسيال، ولكن الناس كيخدمو بياسات الشومبرير وما كدير حتى شي مشكل، غادي نلصقوها من الداخل من الجدار الداخل. غا هو القضيه غتكون شويه صعيبه كيف ما كتعرفوا التيبلس فيه السائل، غادي خصنا شيفون باش نمسحوا المكان حيت المكان اللي غتلتصق فيه خص يكون نظيف تماما، وغنقومو بالصقها من الداخل ونعاودو نسدو ونركبو. لهذا انا كنصح بهذه العمليه ما تقوموش بها في الغابه او في الخرجات ديالكم، انكم تقوموا بهذه العمليه في المنزل. وكيفاش دير باش ديباني راسك في الغابه يكون عندك شومبرير، يعني غادي تحيد الرويضه غتخشي شومبرير تخشي باباه مع السائل ماشي مشكل، وغادي ترد الرويضه ديالك وتنفخ الشومبرير وترجع للدار. يعني ديما يكون عندك شومبرير سكور، شومبرير سوا تخليه عندك في الساكادو، وكاين اللي كيفيكسيه في هذا المكان هذا اللي هنا كيخليه معلق عنده في البيكالا ولا من التحت. مهم شومبرير بالنسبه للناس اللي عندهم تيبلس، سورتو الا كانت شي خارجه بعيده على المنزل او شي سفريه ضروري يكون عندك شومبرير باش تصلح المشكل ديال التيبلس. الاخوان كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، لو عندكم شي اقتراحات اخرى بخصوص اصلاح التيبلس شي حيل قولوها لينا بارطاجيوها معنا، علاش لا كانوا بزاف نديروا لهم شي فيديو خاص. وكيف ما قلت لكم فالرابط ديال هذا المنتوج ها هو عندكم تحت في الديسكريبشن، بالثمن ديالو راه تكليكوا على الرابط غيبين لكم الثمن ديالو. كنتمنى الفيديو يكون كنتمنى الفيديو الخوت يكون فادكم، والى اللقاء في حلقه اخرى ومع السلامه.